الآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة، كلمة عزاء كلية اللغة العربية لفضيلة الأستاذ الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله، أحمده على عظيم نعمائه وجميل بلائه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين المخلصين، وأصلي وأسلم على من شق ظلام الجهالة بالهدى ونور العلم وهدانا بإذن ربه إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن دعا بدعوته وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية جئت بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع زملائي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أؤدي خالص العزاء وصادق المواساة لشيخنا العلامة الفقيه الأصولي العالم الأديب اللغوي معالي الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وكذلك أؤدي هذا الواجب لأسرتي الحاج ياسين، وأدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبعثه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وهذا الحج ياسين كما أخبرني شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة جد خريج تخرج من عندنا من كلية اللغة العربية هذا العام، وكان الأول على دفعته، وإن شاء الله قريبا نبارك له بالتعيين في الكلية معيدا إن شاء الله. الذي ينفع الميت في هذه الآونة هو الدعاء، هو الدعاء له، هذا هو الذي يقف معه، لأن الإنسان إذا انقطع عمله من الدنيا تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. والدليل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى نافيا ذلك عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض، معنى ذلك أن الأرض تبكي والمكان الذي يسجد فيه الإنسان يبكي عليه يوم أن ينقطع عنه، وأن السماء كذلك تبكي عندما ينقطع الدعاء الذي كان يرفع من صاحبي هذا الأمر إلى الله عز وجل. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يقيني في أن الشيخ ياسين لم ينقطع من الدنيا، لأن له من يدعو له، وله من الأعمال ما يكون أنيسا له في وحشته. والله عز وجل أخبرنا أن الدنيا دار بلاء، فقال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والسؤال هنا لماذا قدم الموت الذي خلق الموت؟ لأن الموت عدم والحياة ملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، فلولا الحياة ما عرفنا الموت. ويقول بعض العلماء قد
قدم الله عز وجل الموت على الحياة، لأن الموت يقصد به الدنيا، فالدنيا فيها موت وحياة، والحياة في الآية الكريمة يقصد بها الآخرة، لأن الآخرة ليس فيها موت، وإنما هي حياة وثواب وجزاء من الله عز وجل. لذلك قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي سينجح في هذه الدار المنتهية المنقطعة التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا الحين مقصور على الدنيا، أما الآخرة فقد قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الدائمة الباقية. لو كانوا يعلمون، لماذا قال لو كانوا يعلمون؟ هذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كثيرا من خلقه لا يدرك طبيعة الحياة، وسيدنا سليمان عليه السلام كان عالما بطبيعة الدنيا، لذلك لما رزق التمكين الهائل فيها ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولكن الله عز وجل أعد للصابرين بشارة، وأعد لهم مكانة عظيمة بعد أن أقسم على هذا الابتلاء الذي قصر على الدنيا، حين قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين، ثم عرفهم من هم الصابرون: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم هنا، النتيجة النهائية، المنزلة العالية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا، الذين يعرفون الحكمة التي قالها حكيم ويدركون معناها ومغزاها. ماذا قال الحكيم؟ قال: من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداه. وكذلك حين قال آخر: إنك لا تجني من الشوك العنب، وإنما تحصد ما تزرع. فاستعدوا للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحبون لقاءك، واجعلنا من الصادقين المخلصين، واجعلنا من الصابرين الممتثلين لأمرك، واجعلنا من المستقيمين على هديك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن نسأل الله عز وجل مرات ومرات أن يتغمد الشيخ ياسين بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له في قبره مد بصره، وأن يمتعه بالحسنى والزيادة التي قالها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.